سيدتي الكريمة، هي جلسة اختيار رئيس البرلمان. نعم. وجود وزراء، وجود أشخاص آخرين، ما هو دورهم في الحضور إلى مجلس النواب؟ جلسة يجب أن تكون منعقدة فقط لأعضاء مجلس النواب، مهما يكون الجبوري المشهدان غيرهم، يختار بطريقة ديمقراطية وطريقة سلسة وعن طريق التصويت. ولكن هنا فرض المشهداني، والمشهداني إن فاز ستكون هنالك مشكلة، انقسام بالبيت السني، وانقسام بحزب الحلبوسي، وانقسام في الإطار إن فاز المشهداني في الجلسة السابقة. ولكن لم يحدث هذا، لأن هنالك أطراف حضرت إلى الجلسة لغرض أن تكون الجلسة غير صالحة، وبالتالي حدث الذي حدث. نعم، الجلسة كانت معيبة جدا، عب شعب العراق، التطاولات وضرب وتدخل الحمايات، ما هو واجب الحماية أن تدخل إلى البرلمان؟ هذا قبة محصنة، قبة تمثل العراقيين، يجب أن يكون الآن الرئيس وكالة السيد المندلاوي أن يسيطر على الجلسة، لا أن تكون فوضى وتكون ألفاظ غير محببة أمام الملايين من العراقيين. إذا ماذا نحن نكون ذات ثقافة تقبل الطرف الآخر؟ إذا لماذا نحن نكون، متى نكون نحن أصحاب القرار؟ لماذا ننتظر دولة ما بأن تتدخل وتأتينا بشخص رئيسا للبرلمان؟ إذا المكون السني ما هو دوره في هذه العملية؟ المكون السني لديه جماهير، ولديه ناس، ولديه ولديه أمور كثيرة جدا. لماذا لم يحسم الموضوع؟ كلها يتحملها. نعم، أنا أقول ليس دفعا عن أحد، ولكن أقول بأن المكون السني نتيجة المشاحنات الشخصية وتقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الطيف هو الذي أدى إلى عدم الانتخاب، ولم يؤدي مستقبلا للانتخاب. لماذا؟ لأن هنالك أطراف يا سيدتي الكريمة تريد أن تكون هذه الدورة برئاسة المندلاوي وعضوية حزب الكردستاني على أماضي من كردستان.